شفت يا عبد الحكيم، شفت اللي عملته؟ جبت كريمة في البيت مسمار خراب، وديك عرفت إن أنا كنت صح. يا سلام، كنت زعلان عشان بكرهها؟ أقول لك بكرهها، وبكرهك أنت كمان، ومش حزين عليك، بس وحياة اللي خلقك واللي رحت له كريمة اللي حتتهنى ولا حتشوف يوم حلو في حياتها لحد ما ابعتها لك على يدي إن شاء الله.